إن عبادة العجل أهون عند الله من تفريق الأمة. هذه الحلقة هامة للغاية في موضوع الأطفال، وأن كل جيل يعلم الجيل الذي بعده، يعلمه الشرك بالله من حيث لا يدري، فانتبهوا رجاء بكل دقة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. سورة الأنعام الآية 159، الله يقول له اتركهم لي، ابتعد عنهم، فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ابتعد عنهم.